السلام عليكم ازرف اللون، مرحبا بكم خاوتي واحبابي كاع الناس اللي راهم يشوفوا ويتفرجوا في هاد لا فيديو. هاد لا فيديو راح نديرو فيديو رياكسيون على واحد الفيديو قال لك مؤثر بزاف بزاف بزاف. هاد لا فيديو بعثوه لي غير البارح برك. نشوفوا هاد لا فيديو، ما تنساوش تابوني في لاشين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. مرحبا بكم في الانستغرام تاعي، راهو هنا خليفة علال. مرحبا بكم، مرحبا بكم في لاباج فيسبوك، مرحبا بكم بارتو دار داركم لا فامي. ندخلوا ونشاهدوا ونشوفوا هاد لا فيديو. هاد لا فيديو قال لك فيديو مؤثر جدا ما بين الحدود الجزائريه المغربيه. نشوفوا هاد لا فيديو، قال لك واحد لاكسيون صرات خطيره بزاف. احنا نشوفوا كلش. الفيديو هذا مصور من الحدود المغربيه، اش حدود الجزائريه مليك العالم الجزائري. نشوفوا يوسف. يوسف هاي فوت فوت، راه جالك راه جالك راه جالك هكا صاحبي مالك ما فهمتوش؟ هذاك منين يزبط؟ منين كي طلعت من هنا؟ ها شوف عم جاي من هنا. ها شوف سير معها صاحبي راه شاف فيك ما يكفيش فاهم. ها ها الواد حرام حرام يا ما يرحموكش. ما ديرونا صافا انا ديالك بغيت نخدك على احكام بابا شايف فاهم ولا؟ ها كيف ليها؟ بابا لا 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 الرجل المغربي اطلع الجزائرية هدي عليك يوسف راه يتسنى راه يتسنى غير قلقلو بعدا غير فهمت غير قلقلو قول له كيفاش القضية هو غادي يقول لك اطلع انا وحدة عندي هذيك راهي تعيط العائلة تاعها والعائلة تاعها ما فهمتش انا ممكن هي جزائريه متزوجه بمغربي عايشه في المغرب ولا ما فهمتش. المهم كاينه كاينه حاجه والعائله تاعها مليك واللقطه المؤثره انك تشوفها تعيط ماما 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 وللاسف الشديد ان نشوفوا شوف الحدود شوف العالم المغربيه الجزائريه منا العالم المغربيه هنا الحدود هنا ما كانش فرق ولكن التفرقه واو سي دوماج سي دوماج صراحه ان نشوفوا هذه المشاهد اللي فريمون مؤثرة وضر ضر بزاف و موضوع هذا الموضوع يعي بزاف 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 صراحة. هاد السياسيين أمور سياسة فرقوا ما بين الشعوب، فرقوا ما بين عائلات، فرقوا ما بين الناس اللي هما متشاركين في عادات وفي تقاليد متشاركين في كل شيء. ما كاين حتى فرق ما بين جزائري ومغربي، نفس العقلية نفس الكاركتير نفس التقاليد نفس العادات كل شيء كيف كيف كل شيء كيف كيف ما كاين حتى افرق. والله يهدي الجميع ان شاء الله. كملوا الفيديو. عندي مجموعه حتى هي عندها كل شيء كتجي غير من هنا كاين شي بلاصه كيقضوا بها الغرض. غير روح غير روح اصاحبي راه يشوف فيك مالك انت يقلقل السوق راه دار لك هكا مالك راه يشوف فيك اصاحبي انت يا راه دار له راكو غاديين ماما. هذه جزائريه الجزائريه مزوجه بمغربي كي راكم غاديين وهكذا جزائري يوسف شوف يا ملي جمال باش تعرف واش راه يقول يوسف صراحه ماشي هذا عيب هذا ماشي منكر هذا ماشي What this? موجود غير هنا شوش راه بدا في يدها لا جومال. تشوف لا جومال باش تشوف الشفاء كيفاش راهم يتحركوا كيفاش يهضروا
باسكو الصوت ما يوصلش بيها ما الحس كلاكسون طوموبيلات والناس كامل تعيط والناس كامل تهضر وما ناجي يوقفوا عائلات تلقى عائله منا مغربيه عائله جزائريه دي فامي نساب يوقفوا من بعيد يهضروا مع بعضهم واش صافا واش بخير واش كذا هي ميم با ميم با ميم با ما كانش ميم با ان ميم با نص كيلومتر كانت انك تمشي 100 متر انك تمشي باش تروح منا لهيك وباش تشوفهم باش تسلم عليهم باش تريح معاهم باش كذا ولكن دوماج هم غاديين عندك 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 هادو كامل عائلات راكو تشوفوهم انا هادو مع عائلات مغربيات وعائلات مغربيه وعندهم كما يقولوا نسابهم جزائريين ولا فيهم هما كاين اللي جزائريين وملي كاين اللي فيهم اللي هما مغاربه عندهم نسابهم جزائريين والعكس صحيح وتلقى الناس مفرقه والناس مبعده على بعضها والناس كذا اوف 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 يا ربي أوف. صراحه انا كنشوف هاد الفيديوهات يخلقوني شويه يديرونجيني ويتشوشيني بزاف باسكو عيب انك تشوف بلاد بلدان اللي جنبهم المسلمين مع بعض وبعضهم الوحدة هذه المسلمين شوف المسافة المسافة اللي كاينة مسافة صغيرة جدا ماهيش مسافة اللي مسافة اللي كبيرة جدا شوف لا يخفاي بين عائلة تاعها هذا تاعها بالعود نشوفها من بعيد صراحة سي دوماج سي دوماج انو نشوفو هاد المشاهد هادي سي دوماج نشوفو هاد الاشياء هادي ولا هاد الصور هادي اوكي صور تفرح في نفس الوقت انو نشوفو المحبة والارتباط مهما كان الحدود مغلوقة ولكن في نفس الوقت امور اللي تحزن بزاف كون كانوا الحدود مفتوحة لو كان الناس قراب لبعضها اكثر لو كان الناس راهم قاعدين مع بعضهم ولو كان راهم يتشوفو اكثر و سي دوماج سي دوماج انا نشوفو كيما نقولو بلدان اوروبيه اللي هما ما عندهم لا دين واحد لا عقيده واحده ما يتفقوش كانت ما بيناتهم حروب اهليه واكلين الدنيا ما بين المانيا ما بين فرنسا ما بين ايطاليا ما بين بريطانيا ما بين الاخر حروب كانت بيناتهم ما بين البرتغال اسبانيا كانت بيناتهم حروب كانوا يتقاتلوا الرواح طايح ولكن بعد داروا اتحاد اوروبي وباسبور واحد وعملة موحدة والناس تعيش مع بعضها والناس تعيش كذا وانا قلتها شحال من خطرة قلتها شحال من خطرة ونزيد نعاودها انه ماشي المشكل انه في الحدود تفتح ولا الحدود تبقى مغلوقة مؤخرا انا نشوف خص لازم العقول هي اللي تفتح والقلوب هي اللي تفتح والناس تصفي قلوبها وتنقع عقولها نعرفوا باللي انه في الانترنت والواقع كان اختلاف نوعا ما يعني مش الشيء اللي تشوفوا في الفيسبوك ولا في اليوتيوب راهو هو هذاك هو الواقع خصك لازم تروح للواقع ولا اي بلد في الواقع تعيش معاهم وتلمس الواقع تاع هذوك الناس باش تعرفهم على حق وحقيقه يعني مش اي واحد من اي بلد يقابلك انسان ماشي مليح انك تحكم على بلد كامل ماشي مليح كما نعرفوا انه في اي بلد كاين المليح وكاين الخايب ربي خلق سبحانه وفرق ماشي الناس كامل هي كيف كيف هاد الحاجة لازم نديروها في بالنا ونتمنى ان شاء الله انه يرجع يتلم الشمل ما بين الشاب الجزائري والشاب المغربي اللي هما صاحب كيما نقولوا عادات وتقاليد موحدة بزاف اشياء اللي تجمعنا على غرار اكثر حاجة اللي تجمعنا اللي هي الدين ونعم الاسلام وان شاء الله الناس ديفلوبا شوية وتبعد على الاشياء السلبية وتفكر وتشوف الاشياء الإيجابية صراحة الأشياء الإيجابية اللي كان ما بين العلاقة المغربية الجزائرية أكثر من هي الأشياء السلبية
غير الناس مركزه مع الاشياء السلبيه فقط ومخليين هذوك الاشياء الايجابيه، لانه ديما ديك السلبيه شويه تغلب على ديك الايجابيه من نمطيه تاع الانسان، انه الانسان مكار. درك انت تقدر تكون مع الناس مليح كما انا درك انا في يوتيوب انا مليح مع الناس كامل، نقدر واحد النهار نغلط ممكن غلطه صغيره نولي انا كامل ماشي مليح وينساو داك الشيء المليح اللي درته. هذه هي العقليه تاع الانسان، والله يهدي الجميع ان شاء الله. ولازم نشوف الاشياء كما نقولوا الايجابيه اللي هي اكثر اقل من الاشياء السلبيه. شحال من واحد تلقاه فيه اشياء سلبيه ولكن انسانيا والفون ديالو والعمق تاعو لو كان تعيش معاه وتقرب معاه تلقى هذاك خير بزاف من الاشياء. انسان هذاك اللي ظهر لك بالمظهر انك تشوفه انسان مرزين وتشوفه بزاف اشياء. المهم نحبكم بزاف وما كاين غير الحب. ما تنساوش تابوني في انستغرام وتابوني في لاشين وتفعلوا الجرس. نحبكم بزاف. تنمية. السلام عليكم.